ما زالت الجموع الحسينية تواصل سيرها صوب كربلاء، البصرة على موعد مع وداع الزائرين بعد 7 أيام من المسير. لم يدخر أهلها طوال الأيام جهدا في سبيل خدمة السائرين. ذي قار تستعد لاستقبال جموع الزائرين بعد قضاء المدينة. قطع الزائرون بوصولهم للمحطة الأخيرة المدينة نحو 228 كيلومترا، يفصلهم عن مدينة سيد الشهداء عليه السلام مسافة أكثر من 400 كيلومترا. يواصل الزائرون من داخل العراق وخارجه مسيرتهم الراجلة لتجديد العهد والولاء والسير على نهج أبي الأحرار عليه السلام. حركة المسير تجسد لوحة إنسانية يعجز اللسان عن وصفها. مشهد مواكب الخدمة أطر تلك اللوحة وقدم أبهى صور التكافل. بعد أن جادت بكل ما تملك على طريق سير زائري كربلاء، بذل وعطاء ينتظره الخدمة لعام كامل حتى يحين موعد 40.